السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني المتتبعين الكرام، تحية أخوكم حميد العقاوي مباشرة من إقليم خنيفرة. هاد السكينة يا إخواني كانت عايشة بخير وعلى خير، سكينة اللي قالت هاد العام الحمد لله كاين الصابة وغادي نقدروا نصوروا واحد المدخول اللي غادي يحاول يكوفري لنا غير المصاريف ديال 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 الزمان في غياب تام لكل ما يسمى بالدعم. عن أي دعم تتكلمون؟ ساكنة إقليم خنيفرة من بعد ما ضربها البارح تفاجأت بواحد العاصفة ديال التبروري، عاصفة اللي تسلي إخواني ما خلت حتى حبة ولو حبة وحدة إخواني بقات في الفدادن. ساكنة اللي اليوم كتعيط للقنوات الإعلامية وكتعيط للمواقع وكتناشد الحكومة وكتقول لها هذه هي الحقيقة بدون مقص. ساكنة اللي بكت الويلات البارح، ساكنة اللي لحد الساعة راهم شافوا الكاميرا ديالنا وجالسين جالسين مساكنتي تيقولوا واش غتكون آذان صاغية اللي غادي تقدر تخرجنا من هاد المحنة. الإشارة إخواني فإن إقليم خنيفرة عرف البارح والبارح تساقطات إخواني ديال تبروري اللي كانت عاصفة خطيرة هرست الشيشان وباربريزات دايب الله وسببت حتى في حوادث سير ولو سبولة وحدة بقات ولو سبولة وحدة بقات. ناس مساكن اللي قالك صافي، قال له ولده قبيلة سير دخل قال له بابا حاضي الجوج، قال له ما بقات ما خلات الرعدة لهاد الجوج شنو غادي ياكلوا، غادي نمشيو عندهم مساكن بالدموع غادي يستقبلونا. تنتمنى من الحكومة هذه الحقيقة أن تصيفط لجان لهنا، تصارع أن تصيفط لجان لأن ساكنة المغرب العميق العام الجاي أنها غتعيش مجاعة. إيه يا سيدي مجاعة. السلام عليكم. السلام، أنت من هنا؟ لا لا هذاك يا خويا. السلام بخير؟ لاباس الله يبارك فيك. هانية؟ لاباس الله يحفظك. الحمد لله. خويا جينا عندكم لأن اتصلتوا بنا قلتوا لنا بأن وقعت فاجعة وبأن صافي الفلاح هنا ما بقى له ما يدير في هذه البلاد لأن طاح تبروري خرب لكم كل شيء. شنو وقع اخويا؟ اخويا شنقول لك، البارح كانت الرعده بطلت ماما، دابا راه حنا برا غير كانت كانت الرعده وما كملت حتى شي ساعتين كتصوت الرعده، واحد شويه صافي ما كملت ثلث ساعه ولا ساعه الدم والامل امات وداك الشيء اللي عطى الله كان جاب الله واحد الصيف ما تصورش كاع. حتى قلتوا الحمد لله. اي قلنا الحمد لله تبارك الله عطى الله واحد الخير. اش غنقول لك؟ تبارك الله يا سيدي ربي، هو ملي بغى سيدي ربي هذا ما عطى الله الحمد لله. على كل حال دابا ما بقات حتى حاجه، لا كل شيء، لا فارينا لا القماح لا الزيتون لا الزرع لا كل شيء مشى. الزيتون الشجار حتى الدجاج اللي كان برا اللي كشي اللي شدات برا كل شيء مات، كل شيء مات. الله يصبر كل واحد وصافي. ما بقى دابا حتى حاجه. هذا القماح كان هذا القماح كانت فيه شي 180 في العلو. هذا القماح لا هذا قماح، ولكن كل شيء مشى. شوف ولكن كل شيء مشى ما بقى حتى حاجه. اذا اخواني كما كتشوفوا الشعار سير ابو بن مليح. اذا اخواني كما كتشوفوا هذه رساله بالصوت والصوره الى اهل القرار الى الحكومه انها شنو غادي زرعت. شوف واحد القلفود فين مات. شوف القلفود وحش شتيه راه قتلاتو. ها صور اخي حتى شوف القنافد القنافد طيور كاع طيور طيور اخي المتتبع باش انك تعرف بان وصلت ان حتى الحيوانات ماتوا. هذا قلفود حتى هو لان تهرب الجيجان الجيجان الطوموبيلات اخي المتتبع شنو مسكين الفراغ ما كاين والو. اذا هذه رساله للسيد وزير الفلاحه، رساله للمسؤولين في الرباط نعم بالاسراع الاسراع باش انكم تصيفطوا لجان اللي تحاول تفك هاد الناس. هاد الناس يقول لك المجاعه قادمه. لا بالنسبه للماشيه لا بالنسبه للمحصول ديال هادشي ديال الزراعه كلشي مشى. الناس دابا كلشي دابا حتى البهيم دابا ما لقاو ياكلوا. البهيم دابا ما لقاو الله يكون في العون ما ياكلوا. واش غياكلوا اليوم الناس؟ واش غيكونوا مع البهيم ولا يكونوا مع نفوسهم ولا شي حاجه؟ انا مازال الفول كاين تما الفول ومازال شي فول هنايا ولا لا كلشي تعجن كلشي تعجن كلشي مشى كلشي مشى الله يحفظ كلشي مشى كلشي مشى لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وكلشي اللي دار البلا مشات، اللي دار القماح والزيتون عرفتي حيدات ليه الجلدة الجلد ديالو داكشي اللي والد مشى كلشي مشى الله يحفظ. نعم سيرو دخلوا انت مول هادي يا خويا
راه معليش لا لا كلشي كنا حنا عائله وحده خويا ماشي راه جايين تنهضروا عادي راكم في المباشر اخي المتتبع اخي المسؤول تنبغي بغيتك انك تبارطاجي تضامنا مع ساكنه المغرب العميقه الساكنه اللي كتقول لك بان العام الجاي تابعنا المجاعه الغنم ماتوا كما شلنا حتى الحيوانات والطيور ماتوا ما تلقى حتى طير راه ماشي هذه الجوره دائما انك تلقى الطيور هنايا طالعه هابطه ماتوا شوف الغابه كيفاش وقع عليها الغابه كتشوفها كلها طاحت الورد طاح هاد الناس ها هما جاو مساكن بكل جراه ها هما جاو باش يصيفطوا هذه الرساله ساكنه المغرب العميق تناشد وزير الفلاحه تناشد الرباط تناشد البرلمان تناشد كل القوى اللي عندها احساس وعندها مصداقيه وباغا تحط واحد الرساله لهاد الناس غادي نشوفوا مول هاد مسكين هاد البلاصه اللي ديما هو مول الفول دائما كتلقاه مسكين على طول العام جالس هنايا مسكين شنو وقع لك اخويا دخل اهلا اخويا دلنا الفول تبارك الله عطى الله فيه واحد الخير ما تصورش الفول حتى كانت يوصل شي جوج متر وقال شي حاجه ولا فوله وحده بقى ولا فوله وعرفتي بحال كتقصص شي حاجه بحال زديتي وبحال قصصتي شتي لا الغلاف ديال الفول لا حتى شي حاجه بحال قصصتي داكشي الله يحفظ شتي الفول جلبانه مشات النعناع مشى اخي المتتبع ما عليك غير انك باش تبارطاجي حتى الفول ما بقات فيه حتى حبه هاد السيد مسكين اللي ديما معروف هنايا في البلاد ديما كتلقاه مجامع التسيويات ديالو وجالس مسكين تيسقي في ربع ساعه انها هي ولات خراب جا عندهم واحد المسؤول هضر معاهم وداير قالوا له شنو نديروا قال لهم الخطا ديالكم ما عندكمش لاسورانس واش هاد الناس ما لقات ما تاكل بقات غدير لاسورانس واش هاد الناس لقات مساكنه انها حتى غير باش تدور مسكينه باش دير لاسورانس الله يخلف ما ضاعوا شكرا لكل واحد كلكم خوتي عافاكم مسكين قال لك حنا ضعافة نعم كاين بنادم كاع واش يتسوق هنا الله يكون في العوان نعم اخويا كاين بنادم هنا الناس هنا الله يكون في العوان غير ضعافة صغيرا وكبيرا حتى واحد كاين الناس مساكن هنا كاع اللي عنده شي حاجه عنده خمسه دنعيجات سته دنعيجات عشره دنعيجات شوف المشمش كيفاش اخي المتتبع شوف المشمش ايها المسؤول راه هاد الناس مساكن حتى واحد ما بغى يوصلهم وصلوا بعض الزملاء اعلاميين ولكن قال لك الرساله مازال ما وصلت شوف المشمش نشوف اخويا ديال الفلاحه ديالنا يشوف الحراره الناس هادو راه كلشي راه كنتسناو غير الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى من اليوم ما غادي يلقاو الناس ما ياكلوا ما غادي يلقاو البهائم ما ياكلوا الشجره ما غاديش يولد انتم راه الحمد لله هذا العام واعطى الله واحد الصيف الحمد لله ما تصورش ربي سبحانه وتعالى عطانا واحد النعمه في هذا الصيف هذا العام اش غنقول لك القماح جاب الله واحد الخير نيت حتى الزيتون كلشي عرفتي الكرموس الهنديه كيفاش وقع عليها وكلشي تشرد وكلشي اصاحبي كلشي العام الجاي ما يولدش كما كتشوف شوف شتي الزرا كيفاش ترخات الشجر ولو حبه وحده بقات شكون اللي غادي يجي يواسي هاد الناس اباء عائلات مساكن لا حول ولا قوه لهم الا بالله العلي العظيم ناس مساكن اللي خدامين على طول العام ناس مساكن اللي قراو ولادهم واجتهدوا كاين مجازين معاهم هنا هو مسكين كاين واحد التسويات ديالو تيقول لك الدعوه لله والشكايه لله بلاستيك كتكون شي حاجه ديال بلاستيك كلشي كتهرس كلشي كيتهرس بلاستيك كيما ما كان نعم وصلك النمره هذيك 05 وتقبال فوق الدار ما عمر وقع بحال هذا الشيء يا استاذ لا ما عمر اخويا وقع لنا بحال هذا الشيء ما عمر وقع بحال هذا الشيء هنايا كاع اول مره شوف النعناع اخي المتتبع شوف يا اخي المتتبع راه فاجعه غير المشكل انها وقعت في المغرب العميق فاجعه اللي خص تكون هو اللي غادي يجي يعاون هاد الناس ويحاول يوصل الوزير الفلاحه الصرخه الوزير الفلاحه يسول يشوف اش واقع علينا راه حنا راه غير ربي اللي غيشوف الحال لا وصل دابا كاين اللي عنده الكريدي مسكين كاين اللي ما الكريدي باش زرع والله ما مخلصو مازال ما تخلص قال حتى يبيع بنادم البيع ما تيبيع كذا عاد باش يخلص كاين اللي هز الكري كاين اللي هز الملح كاين اللي هز حتى الزريعه كاين اللي هزها بالكريدي وهذا ما عطى الله النقل هذا البيبينير شوف مساكن كي ولات لا عافاكم الدراري الله يعطيكم ستر اللي فيه الرحمه يبارطاجي هذا الفيديو شنو الا بارطاجيتي انا مساكن غير باش انا توصل غير شي دعم يوصلهم ولا يجي غير شي واحد في مسؤولين من هذا الرباط يهز لهم غير المعنويات ها هو الفلاح يا اخي تيقول لك حتى البيبينير ضاع كامل
ما بقى ما يدار والو. شوف 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 المشماج اصاحبي غير رحمة ديال ربي، شوف المشماج في الارض والزيتون ما يولد دابا هاد الشهر ما يولد حتى على عامين والله ما يولد. رمانه هادي مشات كلشي مشات، كلشي لا الشجر لا الزيتون لا لا القمح. شحال من عائله دابا ضرات؟ كلشي القبيله، لا القبيله كاع هاد الجهه كامل كلشي كلا ضر. شي ربعه ديال القبيله عندنا حنا دابا على اللي جمعوا القبيله كامله تحت الحرش، جمعه ديال البرج كامله دابا هنا كنتمنى، وهنا كنتمنى فين الدور ديال المجلس الجهه؟ فين هي الملايير ديال السيارات اللي كتشريو بها لي كات كات؟ فين هو دور مجلس الجهه؟ فين هو الدور ديال 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 الليجن اللي كتكون متبعه اخواني هاد هاد مثل هاد مثل هاد تتكون هي ديما دايره السويفي مثل هاد الكوارث اللي كتجي مفاجئه؟ شنو الدور ديالكم؟ علاش ما يجيوش ولو المنتخبين ويجيو البرلمانيين ويجيو غير يدخوا على هاد الناس يهزوا لهم شويه الاعتبار، غير يحسوا مساكن بانهم راهم بنادم؟ ما بقى حتى حاجه هاد العام. الفصه ما بقاتش كاع في مره. مره كانت فيها شي جوج متروق على شي حاجه في هاد الفصه هذه او تتخرطر باقي ومازال مساكن تيقول لك سير اخويا حميد زيدو، مازال هاد الناس تيقول لك خويا حميد اجي زيد تشوف. شنو غادي تشوف ناس مساكن؟ عرفتي حنا وقالوا كي وما غادي ينفع لنا لك ما غادي ان شاء الله بالبارطاج دخوتكم المغاربه بلا ما تبكي، وان شاء الله غادي توصل الرساله. اذا اخواني شوف مسكين هذا الراجل وغادي حتى هو مسكين وتيحاول باش يقول لوليداتو شوفوا باش يعرفوا حتى فين وصلت العظم، فين وصلت بهاد الناس. تفضل اسيدي غير سير الحاج. ناس ناس بسطاء، انها ساكنه المغرب العميق يا عالم. جات تبروري كان هاد العام اللي كانوا تيقولوا مساكن جا العام زوين العام زوين، لا حديث هنا في المنطقه الا ان العام زوين. ما نواوش بانها كن فيكون. 15 دقيقة ندمت قبائل وخرجتهم في هاد الجبال مساكن. 15 دقيقة د التبروري ردتهم 3 سنين ما يعاودوش مساكن يشوفوا الغلة. تيطالبوا بالدعم، تيقول لك عطيت الشيكان ديالي لمول الزريعة غادي نمشي للحبس وأنا ماشي وجه الحبس. إقليم خليف راه تيعاني يا عالم. شباب اللي تشوف تشوف هاد الشاب ها هو ياك فوق حمار ومن لا تلقاه مجهز، تلقاه مسكين عندهم شهادات. الدراري اللي مشاو قراو مساكن وتغربوا في الاخر رجعوا لهنا. شكوى الله بارطاجي. سلام بخير اخويا نو هانيه، مرحبا بيا عندكم. بخير اخويا نو، واشنو هادشي اللي وقع هنايا؟ لا اله الا الله اخويا. والو كاع كلشي مشى داكشي اللي عطانا. وحتى قالوا هاد العام زعما شويه الناس مساكن غادي يفكوا شويه الجراسه. يا الله يديك الصحه. والو فين انت عندك الفوق؟ كلات الضغطه تما الدنيا كلشي الله يخلف اخويا نو، الله يخلف تبارك الله على اخويا نو الله يحفظك. شباب الله يحفظك اخويا، شباب اللي راه شاده في الارض، شباب اللي ما داروا لا روتيني بلادي لا 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 ندى حسي ولا، شباب اللي تياكلوا الطرف ديال الخبز بالعرق ديال الكتف ديالهم، شباب اللي قراوا وتوغلوا مساكن وغامروا وهاجروا في الاخر رجعوا للارض ديالهم وعاشوا حدا والديهم، شباب اللي قال لك صافي ما بقى والو اخويا عقاوي. مازال تيعيطونا يوريونا مساكن اش وقع من مور داك الجبل. غادي تمشيو معايا اخوتي، كلشي بغيتو انه يبارطاجي بارطاجي، وربما غادي توصل اخوتي، توصل لوزير الفلاحه، توصل لوزير الاقتصاد، توصل للمسؤولين، توصل لرئيس الجهه. جهه بني ملال الخنيفره عندها اكثر من 120 كات كات اللي شاريين اعضاء الجماعات. 120 كات كات اللي كدور مور هاد الجبل. شاط الخير علينا ياك، شاط الخير علينا. شو مسكين حتى الموتور ديالو، حتى الموتور تهرس. شوف اخواني فين وسط حتى الموتور هذا حتى هو الرعده. هو خليته برا شوفها تبروري شوفها ما بقى فيه والو. هادي تشوف الشجر واو، هذا دابا الموتور حتى هو حيت شداته الرعده. شفتو برا شوف المرايا كيضرب الصوت انت ما بينش كيضرب الصوت كلشي. ها كلشي شنو الحميد دابا؟ اجل اذا هذه كارثه طبيعيه بكل المقاييس، بكل المقاييس حتى هذا الموتور اللي قدامكم لم يسلم من هذه الكارثه الطبيعيه، ولله الحمد لم تخلف خسائر بشريه. ما عرفناش مور الجبل اش وقع،
سي حميد راه ما نعرفوش مور الجبل واش ماتوا الناس واش ما ماتوش، ما غاديش تعرف اخويا حميد. قال لك عندك اخويا حميد مشى ومساكن تيجيبوا ناس يا اخواني، انها كارثه. بارطاجي ويعرف تعرف الدوله والمنتخبين وحتى وزاره الفلاحه بان راه وقعت كارثه في اقليم خنيفره، راه الناس مازال تسلج. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو التبروري، صدق او لا تصدق، هذا هو التبروري. مازال في 48 ساعه باقي. شوف اليوم الثالث كاين مكثر من هذا الشيء. دابا راه دابا كاين مكثر. المنطقه عرفت خراب، فما عليكم الا بالبارطاج. نتمنوا اخوتي كلكم تبارطاجيو تضامنا مع هاد الناس، ناس اللي تيقول لك مشى كلشي، مشى اللوز. اللوز سي حميد اش بقات فيه؟ وسائل الاعلام كما تيقول لك، تيقول لك اخويا حميد حنا جينا مور الجبال ما كاينش، مشى على الشجر. قابو الشجر شوف التفاح كي داير. شوف كي تسلخات الشجره، نعم شوف الشجره كيفاش تسلخات. راني الخيط انت الخيط ديال الخيط، عطيني الخيط باش يسمعوك الناس مزيان اش تقول لهم. الراجل الخيط سير اخويا نور شرح لي غير سير صافي. اذا اخواني هكا والو، هادشي كلشي تهرس. فين الدور ديال مجلس جهات بني ملال؟ فين الدور ديال المنتخبين؟ فين الدور ديال اللي شراو لي كات كات يا اخواني 150 كات كات كدور مور هاد الجبال؟ شنو زعما شاط الخير علينا؟ شوف التفاح، شوف التفاح. عرفتي الحجر اللي كان كيطيح ماشي تبروري. بارطاجي يا اخي المواطن، راه هاد الناس تيبكيو بالدم مور الجبال. شوف نعم السي اخويا، دابا هاد الشجره كلها دابا هو اللي دار لها هاد الشيء كامل. تبروري غير تبروري. شوف هذيك اللي ملهاش شتيها كامل كلشي، راه هاد البلاصه كلشي. شوف الشجر كيفاش ولا، اجي تشوف الهدية كيفاش وقع عليها الخراب اللي نعم. شوف الزيتون، شوف وتسلخ كلشي تسلخ. الكرماكي ولات. شوف يا ايها المسؤول، الكرماكي ولات. شوف الكرماكي ولات. علاش ما يجيش واحد هو في دويزاري عند هاد الناس؟ علاش ما يجيوش غير يواسيوهم؟ اجيو راه هاد الناس مساكن ناس الكرم، تاكلوا عندهم وتشربوا رغم المعاناة. احنا ما بغينا غير ربي يحن وصافي. غير يجيو يشوفوا المعاناة ديالنا. بغينا حنا غير يشوفوا المعاناة ديال هاد الناس، هاد المساكين هادو هنا. لأنهم تا هما تيتأسفوا لهاد الشيء اللي وقع. خوتكم المغاربة تا هما راه تيناشدوا وتنتمناوا باش يهبط وفد وزاري تجي لجان اللي تشوف هاد الناس واش مازال ما تاكلوا ولا ما بقاو والو كاع. لا والو اخويا، حنا دابا الرحمة ديالنا عند سيدي ربي سبحانه وتعالى. ربي سبحانه ويشوف من الحالة وصافي. دابا الكتيبة ما بقات ما تاكل عند الناس يدي صاب هذاك الشيء اللي عطاه الله واحد الصيف ما تصورش. انت قلتوا الحمد لله راه كان صيف زوين، هاد العام راه كان شوية زعما تبارك الله واحد. نشوفوا الاخ اش غايقول. تفضل الحاجة. السلام عليكم، كنشكركم اخويا حميد، كنشكر القناة ديالكم شوف تي في على المجهود الجبار اللي دار. جات تلبات الطلب ديالنا وجات لعندنا، كنشكركم شكر جزيل. وبغيناكم توصلوا الصوت ديالنا لهاد المسؤولين هادو، كما كنتمناو من الجهة الوصية ولا وزير الفلاحة يجي يشوف هاد الأضرار هادو. راه الناس هنا بسطاء مساكن، راه من هاد الليلة راه ما عنده باش يفطر باش يتغدى باش يدير. دابا الناس اللي ما عندها ما تاكل، ما عندهم ديك دابا عندهم. غادي تشوف اخواني كما قلت لكم، طيور طيور انها انقرضت ما بقاتش في السماء. اخي المتتبع ما بقاش ولو طير واحد في السماء. علاش؟ لان اغلبيه كلها مات. انها فاجعه، راه فاجعه وقعت بالمغرب العميق، فاجعه وقعت بالاطلس المتوسط. فهل من ضمير؟ وزعما هاد الحكومه غادي تجي وتصيفط لجنه اللي غادي تشوف هاد الناس؟ ماتوا البقر، ماتوا البهايم، ماتوا العجول، ماتوا الطيور، كل شيء مات. ولكن شكون اللي وصل الصيحه ديالهم؟ غتوصلها انت. انت اخي المتتبع الى قدرت بارطاجيتي وحاولتي انك تدعي الله سبحانه وتعالى، غادي تكون عتقتي هاد الناس وعتقتي حتى الطبيعه من هاد الخراب، ووصلتي رسالة إلى أهل القرار. نعم تفضل أخويا. تفضل أخويا.
السلام عليكم، انت ولد المنطقة؟ أييه خويا. فلاح؟ أييه. كنتو كتقولوا بخير الحمد لله، هو راه الوقت مزيانة. أييه. تفاجأتوا بهذ المصيبة الكبيرة. تفاجأنا في هذه الرعدة هذه. بغيت تقول عافاك لخوتك، شنو وقع ذاك النهار؟ فين كنتي؟ شنو وقع؟ عاود لنا. كنت بحدا الكتيبة ديالي، تاجات هذه الرعدة هذه، كانت جارة وندخلوها للكرة، شوف أخويا شنو وقع، الشجر، الزرع، الربيع، كلشي ما خلاتنا والو. رحمة الله سبحانه وتعالى. كنتمنى من المسؤولين ومن الوزير خنوش يجي يشوف هذا الشيء، يجي يشوف هذا الشيء، هذا الشجر وهذا الربيع وهذا المزرعه وهذا كل شيء اللي وقع. واش دابا الفلاح عنده ما ياكل ولا سلا؟ والو ما بقى عندنا ما ياكل. ما بقى عندنا ما ناكل. من هذه اللحظه، من هذه اللحظه، من البارحين، من بعد باقي الله، كاين الله وباقي الله سبحانه وتعالى. انا كنوجدوا الفلاحه ديالنا الموسم الزراعي ديالنا، انت كتشوف لا اله الا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. راه كانت وقعات مثل هذه الفجعه في النواحي ديال إيموزار، والحمد لله راه كان تفاعل السي خنوش والحكومه وجاو لعندهم وشافوهم ودعموهم. كنا حضرنا وتنتمناو في اطار المعامله بالمثل، كلنا سواسيه امام القانون، علاش ما تجيش حتى حنا وفد وزاري غير يهز لكم المعنويات ان شاء الله. هذا اخويا ان شاء الله. سي ولدي كمل اخويا انا باش يكمل. واحد فيكم بدا يهضر باش يوصلوا الرساله. اذا كاين ارتباك، ايه كاين ارتباك، لان ناس بعاد على الكارات، ناس اللي ما عندهم حتى علاقه مع هاد الكاميرات وبروتوكول، ناس ديال الله، ناس مساكن خدامين، ما تقيش على الكاميرا ارشد، ناس مساكن اللي راهم كانوا تيقولوا الحمد لله هاد العام كاينه الصابة، وغادي مساكن يهز الهموم. ساعة جات، أربع ساعة، أربع ساعة ندمات هاد القبيل كلهم في انتظار شي لجنة اللي تجي. أعمالنا تطوعية ومجانية، ونجيو حتى حنا لهنايا ونقولوا يا عالم هالي جان جات، هيا وصلت رسائل معاناة ساكنة المغرب العميق في الزمان ديال كورونا. نشوف شنو غايقول هاد الآخر. نوري لكم غير داك التبروري باقي من البارح ما دايش. الله يجازيكم بخير، ونتمنوا وكنشكركم بزاف على هذا المجهود اللي درتو معنا، توصلوا الصوت ديالنا لهاد المسؤولين، وكنتمنوا من هاد المسؤولين يجي ويزورونا، يشوفوا غير يواسيونا، يشوفوا شنو واقع وشنو كاين في هاد البلاد هادي. نوري لهم التبروري راه باقي من البارح ان شاء الله. اه كنهضر اخويا، انت تشوف الزيتون ديال الناس كامله ماشي غير ديالي، علاش غنهضر؟ كلشي واكل العصا، ما بقى حتى حاجه. واخا نقولوا هذا العام ما كاين، لا هذا العام ولا العام الجاي الله يسمح لنا ما كاينش. اه نوري له غير التبروري بعدا سير. هاك سمعتينا الاخوان، وكنطلب من خوتي المغاربه يدعمونا ويساهمونا، يساهموا معنا، يتعاونوا معنا، يطلبوا لنا، يديروا لنا غير البارطاج. ها انتم تبروري باقي من البارحة، ها 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 انت الاخوان، ها انت اخوتي المشاهدين، ها ها انت، ماشي كنمثلوا عليكم ولا كنكذبوا عليكم، ها 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 نزبطوا شي شوف اخويا، شوف اللي خلقتي ربي سبحانه، وشوف شوف اخويا المعجزه ديال الله سبحانه وتعالى. هادي دابا الا ضربت بنادم غادي يبقى حي، وعندنا الحيوان لا مازال حتى شي كتشوف في كل اه شوف ربي سبحانه واش عطانا. دابا هادشي راه ضرب عندنا شي ربعه د القبائل، ضربه تمعي وضربه بومزيل وضربه دويت الحرش، هادشي حمد علي، هادشي ضرب كاع هاد القبائل هنا، شي ربعه د القبائل هاد الرعده اللي جات هنا. شوف اخويا شوف، وهذا ما عطى الله. كنتمناو من السلطات تجي تدخل تشوف من حال هاد المساكين هادو، يشوفوا من حال هاد الناس هادو غير دراوش هنايا. اه صح لا اجي عطاك الله. اخي المتتبع، هي فاجعه بكل المقاييس، قد لا تخيط. تنتمنى كلكم انكم تضامنوا مع هاد الناس، فاجعه ضربت اقليم خنيفرة، يا سيدي فاجعه بكات الناس، بكات ناس مساكن المغرب العميق، ناس بكاو في 10 ايام الاخرى د رمضان، ناس اللي تتقول لك والله ما عندنا حتى ما ناكلوا من غدا، الخراب اللي بقانا، الخراب
الخراب اللي بقى انا هذه الحقيقه. تنتمنى ما هذه نداء الى السيد خنوش شخصيا، هذه نداء الى وزير الفلاحه، هذه نداء الى مجلس جهه بني ملا الخنيفره اللي تنحملك المسؤوليه وتنقول لك الدعوه الله. شوف ناس مساكن خويا اجي استاذ هذا ربما طالب ابن المنطقة مثقف حتى هو مسكين وجا باش يخدم هنايا مسكين، جاي يحضي برزق باه، ما بقى حتى حاجة في الأرض والو. عطيونا الميكرو. نعم أخويا. المحصول الزراعي ديال الناس من نكسك المنطقة الصفراء. نعم. جماعة البرج إقليم خنيفرة، هذه المنطقة شهدت عاصفة رعدية نهار 4 ماي 2021. عاصفة لم يسبق لها مثيل في هذا الإقليم، لكني بحد كنهضر أنا على راسي 34 سنة. نعم. ما عمرنيش بحال هادشي. البارح في استجواب مع واحد راجل كبير 70 سنة قال لك هاد المنطقة ما عمرها شافت هادشي. مع العلم السي حميد هاد المنطقة فلاحية، وما أدراك ما الفلاحة، وأنت راكم كدروا عارفين شنو كاين هنا. فلاحة هنا الفلاح تيزرع ما ياكل ويأكلوا البهيمة، والثلث الآخر كيدفع للسوق باش يشري السكر والزيت للأهل ديالو والأسرة ديالو. نعم. مع العلم ان السكينه هنايا الخيمه العيانه كاع فيها 6-5 نفوس. نعم. اذا كتشوف المحصول واخا قضاء وقدر ديال الله حنا كنامنوا به، ولكن بغينا الناس يشوفوا، الناس المسؤولين يشوفوا هذا الشيء اللي واقع. هذا الضرر هذا الوقيته الشباب ديال المنطقه كيتنفع من هذا الشيء. هذا الشيء اللي كتشوفوا دابا هذا في الدان كان فيه الخرطان كيتزرع وكيديروا به الفوراج كياكلوا البقر والغنم. هذا الشيء كيتسخى كلشي مشى، كلشي مشى، ما بقى حتى حاجه. الساكنه ضاعت بامتياز. الزيتون اللي كيعطي 20 حتى 22 يطر في القنطار الواحد. هانت كيف كعينتي بالكاميرا ديالك السي حميد هذا العام؟ يلا يتصبر شوف واش غادي يبرى من هنا 3 سنين اخرى ولا غير يبرى الشجر ويحافظ عليه. خسرات عليه من البلاصه هذه. هذه بلاصه الصابره، اقليم الخنيفره، صابره اقليم خنيفره، الجماعه البرج ايت الحرش، فيها ايت سي حمدو علي، ايت القاضي، ايت محمد علي، ايت بابا، ناهيك على ايت بومزي اللي قاسهم حتى هما من مورا ديك الكديه. نتمنوا يوصلهم حتى هما للصحافيين ديالنا والمنتوج ديال المنطقه. هاد اللوز هذا، هاد الشجره هذه اللي كتعطي على حسب اللي قال مولاها البارح 600 حتى 700 كيلو شجره وحده. حنا كنشوفوا المنتوج هذا العام اش غادي يهز هاد مول الفدان هذا، اللي منها تياكل ولادو، منها تياكل البهيمه ديالو، منها عايشين في هاد البلاد ومعمرين هاد البلاد هذه. حنا حاليا ولينا منطقه منكوبه. نتمنوا من الناس اللي مسؤوله على الفلاحه اللي جاو عندنا البارح، شي ناس تيقول لك ما عندكمش لاسيرونس، ومادام اننا نعرفوا في هذا الشيء وتفيدونا في هذا القانون هذا. حنا السيد كيحرت باش ياكل ويبيع النص، يشري به السكر والزيت والمواد الاساسيه للاسره ديالو، والنص الاخر كيبيعوا باش البهيمه ديالو يشربها ويعلفها. حنا راه كلشي الغله ديالنا، الفلاحه ديالنا كلها من الزرع، الزرع ديال هذه المنطقه اللي فيها القمح وفيها الشعير وفيها فارينه وفيها الخرطان اللي كيعطيو عليه الفوراج وكيدفعوه للبهيمه والكسيبه ديالهم كلا الدق. الزيتون اللي كتشوفوا معنا اللي هاد الشجر هذا ما بقاش كاع، هذا خصو يتزبر. البارح واحد الناس ديال الاختصاصيين الزيتون قال لك خصو يتزبر. يتزبر كاع دابا العام الجاي. العام الجاي ما تسناش. لا ماشي تقطع، غير تزبر. دابا العام الجاي ما يولدش. ما غايولدش دابا، غير يبرى. قال لك غير غادي تزبر باش يبرى، بمعنى المنتوج ديالو لعامين اخرى ولا ثلاث سنين عاد يعطيك. مع العلم ان هذا الزيتون هذا هذا جواب، هذا جواب لاحد المسؤولين اللي كان جا عندهم البارح عوض ما يواسيهم ويحاول يعاود يعلي المعنويات ديالهم ويعطيهم حتى طموح بان الحمد لله كاين شرفاء في الاداره المركزيه في وزاره الفلاحه. للاسف الشديد قلال. كتجي وكيقول لهم واش عندكم لاسورانس؟ انا تمنيت هذا المسؤول ولا هذا المنتخب يسولهم واش عندهم الطواليت؟ واش عندهم المدرسه؟ واش عندهم السبيطار؟ واش عندهم الطريق؟ واش كيموتوا العيالات في الطرقان اذا كانوا حاملين؟ غادي تجي ان مسؤول يجي ويوقف عليهم هنا من بعد هذه المعاناه اللي كتشوف، ما بقات حتى حبه، ما بقى والو كاع. وغادي يقول له واش عندك لاسورانس؟ تنتمنى ذاك المسؤول واش انت عندك لاسورانس؟ خليو الجواب للساده المتتبعين. نعم. اذا ما عمر هذا الشيء انتم ما وقع عندكم كاع. هذا الشيء سنين. السيد البارح راجل شيباني 70 عام قال لك ما عمر شفت هذا الشيء، رغم انه قضاء وقدر ديال الله، لكن راه انا الاول الناس المسؤولين ديالنا ديال الفلاحه يشوفوا لهاد الناس هادو، هاد الناس بوسطاء تيعتمدوا على الفلاحه الذاتيه ديالهم. الناس هنا راه ماشي باش يسوق ولا غير باش يعيش، العيان راه عنده 5-6 نفوس. الشباب ديال المنطقه هاد الوقيته فين كيتمعاشوا؟
الناس كتحصد كتحش كتبالي وكيخدم اليد العامله كتحرك. الشباب كيوطف رغم ان نقولوا الثلثين ديال الشباب ديال المنطقه راه هاجروا من المنطقه، ما كاين لا معامل لا فين يخدموا، الناس هنا راه مشاو بقات لهم هذه الفلاحه هذيك وفين كيتمعشوا في هذه الوقيته. راه لا اله الا الله محمد رسول الله، كل شيء مشى، ما بقى حتى حاجه. الامل الوحيد هو ان بحال هذه المنابر الاعلاميه الحره اللي كتساند هذه الاصوات المتضرره باش توصل للمسؤولين الكبار، من سي وزير الفلاحه والسيد رئيس الحكومه اللي تفولت الانتباه لهذه الساكنه هذه. رغم هذا الشجر هنا راه واكل الدخ، الفلاحه واكله الدخ، الشباب كيتاسفوا لان ضاعت هذه الوقيته. هاد الشباب اللي دايرين بكم راه خدام تيضرب اللافو يضرب البالا والمنجل وكيحش باش يبالي، كتجي واحد شويه كتجي وقت ديال الحصاد كيحصدوا. الشاب العيان تيضرب واحد 2000 3000 2500 درهم هنايا تيشد بها راسه بعدا على الاقل، رغم ان الاقليم ديالنا ما فيه حتى شي مصنع ولا شي يد عامله. شوفوا ديك الجهه اللي استاذ اجمع اجمع هذا اجمع هذا، سير استاذ سير استاذ. من هذا المنبر تناشد جميع الجمعيات الانسانيه والخيريه في حاله الى حتى هذه الحكومه ما دتهاش في هاد الناس، تنتمنى باش يحطوا الرحال. مرحبا بكم عندي حتى في داري، انا ترحب باي جمعيه في داري من مالي الخاص الى غادي تجي غير تمد يد المساعده لهاد الناس. شوف كي ولا اللوز في الارض. مشات بين لهم، عطي المشاهدين الكرام يشوفوا. عبد الله غادي مشات الشجره الضرب بحال كنت كضرب مع الحجر. نعم استاذ اخي المتتبع، الا ما بارطاجيتيش ما فيكش الرحمه، بارطاجي عافاك. لان علاش غتبارطاجي؟ غتقدر تعتق هاد الناس. حتى هو راه بحال باك، راه عنده وليداتو عنده بنيتاتو حتى هو وعنده طلبه. هذاك الدري مول الكتمه طالب جامعي باينه فيه غير من الهضره ديالو، ما مشى قدام برلماني غوت ما تعرى لهم قدام ادارات عموميه، ما بغى يخدم، بغى غير انه يبقى متشبت بالارض اللي خلى جدو لباه وباه غادي يخليها لهاد الشاب. وهاد الشاب بغى حتى هو الاعانه باش يزيد يخليها لولاد ولادو. كتسببوا لنا ما من مرة أنتم في الهجرة إلى المدينة، الحكومة كتحمل مسؤوليتها ما من مرة في هاد الحجافي اللي كاينين في الأحياء الصفيح، في دور الصفيح اللي ولاو تيشكلوا خطورة في المدن المغربية. علاش؟ لأن ولاد هاد الناس كيتسد البيبان قدام باباتهم وتيهبطوا مساكن ويعطيوا راسهم للمدينة. الدري تيكون ولد الطبيعة، ولد الطقس عادي، ولد الأعراف، حتى تيطيح في أونتوراج خايب، وبالتالي رفاكس من ولا كتورد البالة. مازال الحيوانات طايفين، ما تلقاش ولو. عرفتي هاد البلاصة أخي المتتبع ديما مشهورة بالطيور وزغاريد الطيور، ولو طير واحد مازال كلشي مات. تيدورو مساكن، هادي هي الحال ديال هاد الناس من ول البارح. هادي حالهم، واحد غادي يجنب واحد ومساكن وتيشوف، ومشى لاخر تيشوف حتى الهندي. تايشوف مسكين الهندي هو داخل وتيقلب في وسط الشوك. في وسط الشوك، يا سيدي في وسط الشوك. تصور الرعده اللي ما خلاتش حتى الشوك في الهندي، ها هو ولو شوكه وحده. ها هي اخي المتتبع، ياك هنا ما تقدرش تحط يدك. هانت هانت هانا، ما بقاتش ولو شوكه وحده في الهندي. الهندي اللي تتعرفو عامر، عامر باش تعرف الدقه كي كانت. هانت نعم منين تما ليه؟ انت دوز غير من تما خويا، انا نخرج انا من شي بلاصه، ما عنديش طريق من تما. شد هانت، شد منها، شد شدك شدك عافاك. عندك عندك غير شد غير. لا لا صافي سير سير، انا يا ربي شد انا شد الكاميرا تايلا تايلا شد فينا شي. الله يستر. ها واش غادي؟ ايوا سير. الله يحفظك اخويا، الله يطول عمرك. الله يحفظك اخويا. الهندي حتى هي مشات. اذا الدراري عافاكم، بغيت البارطاج قد ليفي، هذا طلب تضامنا مع هاد الناس مساكن. شو مسكين تيقول ريهم وريهم، اش غادي يدير مسكين؟ ها هو شوف، هو كانه فنان كان تينحت هنايا، وكأن فنان كان تينحت هذا. شوف شوف شو الله يستر. شوف 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 غوت شويه اخويا، غوت. نعم هذا الهندي. شو كيقول هذا الهندي؟ شوف تبروري شنو دار لي، كلشي مطحون بحال دوزتي الموليت. الوزير ديالنا اخويا كلشي، ما بقات هنديه، ما بقى الزيتون، ما بقى الشجر، ما بقى الفلاحه، ما بقى الربيع، ما بقى
ما بقى والو دابا صافي. اه والناس مساكن دابا اللي هنا برا شغا ياكلوا لوادهم، الناس اللي عندهم الكريدي مع العلف. العلف عندك لا الكري عندك الملح، كاع الناس اللي حاطين هنا راه حاطين غير بالكريدي، حاطين غير بالكريدي. نعم دابا باش غيخلصوا كيفاش غادي يبقى عليهم المشكل يحلوا المشاكل ديالهم. دابا كاين الناس دابا اللي تابعهم الحبس دابا، راه كاين اللي عاطي الشكيان ديالو في الزريعه، كاين اللي عاطي الشك ديالو في الزريعه، كاين اللي دابا شوف كيفاش غيتلى لهم. هذا نداء للوزير ديالنا الوزير الفلاحه خنوش يشوف من الحاله ياك ما يتعاون مع هاد المساكين هاد الفقراء. واحد السيد قال لي، واحد السيد عنده الكتيبه عنده الحواله عنده الحواله نعماس، قال لك ضربات ليه واحد الحولي العين وطارت ليه العين. حولي ضربات واحد ديال التبلوليه طاحت ليه في العين وطارت ليه العين. اذا اخواني كل تضامن مع سكنه الجبل، نناشد من هذا المنبر ومن اقليم خنيفرة بمنطقه البرج احطاب الصبرة كل خدام الدوله والمسؤولين بالاسراع بارسال لجن لهنا لهاد المنطقة تضامنا مع هاد الساكنة اخواني اللي كتعيش الويلات، ساكنة اللي ما غاديش تشوف ولو درة واحدة من المحصول الزراعي لمدة سنتين نظرا لهذا القصف اللي سلطوا الله سبحانه وتعالى على هاد المنطقة. نعم. اللي دات لا حيوانات لا محصول زراعي، حتى كما كتشوفوا وكأن فنان داز وانشأ ونهت على هاد شوف سبحان الله العظيم معجزة من الله سبحانه وتعالى. وكاين الناس هنا عايشين نعمات غير بهذا الهندي. سي حميد، عفوا على التفاته. شوفوا اسمح لي واخا جي حميد، غادي نشوفوا حميد رجل تعليم كان قرا ولاد هاد الناس، كان عاش معاهم ملي سمع هاد الفاجعه، جا اليوم باش انه تا هو يوصل رساله، الرسالة ديالك إلى كل أصحاب القرار، وأنت عشتي مع هاد الناس رجل تعليم قريتي ولادهم الله يحفظك. بطبيعة الحال كل تضامن مع هاد الناس، كل تضامن. الفاجعة كانت خطيرة بكل المقاييس، أصابت النباتات والمحصولات الزراعية في الوقت اللي كانوا الناس كيتسناو أنه موسم فلاحي جيد، ولكن إرادة الله مرحبا بها. لهذا واضح كل الوضوح ان هاد الناس، ان هاد الشباب يطالبون الدعم ثم الدعم ثم الدعم، واخيرا الله يرفع علينا الوباء وينجينا من هاد الكوارث الطبيعيه. وشكرا. فما عليكم الا البارطاج، تحيه لكم. بلاتي خويا نعطيك الصوت، بلاتي نعطيك الصوت. اذا ما عليكم الا البارطاج اخواني تضامنا مع هاد العائلات. شكرا لمن طاقه الصبرة ايضا المناظر الاعلاميه الحره منهم حميد عقاب الصحفي. الله يعطيك العافيه. جميع المناظر الاعلاميه الحره تحيه لكم. شكرا على المسانده والدعم ديالكم. تحيه لكم يا جماعه. اذا اخواني وبهكا غادي نتصافط مع هاد الناس، ما سخيتش بهم ولكن مساكن مازال تابعهم يمشيو مور هاد الجبال مساكن الفطور. دراري اقسم لكم بالله الا كاين بعض المحاصيل الزراعيه اللي ما كاين ما فيها والو، شوف اخي المتتبع جدار الرعد هنا. تنتمنى كلشي بارطاجي عافاك الدراري، بارطاجي وشنو ما تضيع الا بارطاجيتي وجات شي لجنه وفكات هاد الناس مساكن، انها ساكنه المغرب العميق. راه كون ما هاد المجيه اللي جينا وجاو بعض الرفاق زملاء البارح، راه حتى واحد ما يسيق الاخبار. فحسبي الله ونعم الوكيل، وما الدنيا الا متاع الغرور.